القرآنية المباركة. واصل اللقاء ونواصل العطاء مع ذلك القارئ فضيلة القارئ الشيخ منصور عبيادة الوافدين من تميدة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية يتفضل مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق
يومئذ المساء كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى
أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر الموتى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أن يحيي الموتى ألم يقم نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. وهكذا أيها الجمع الكريم عشنا في رحاب القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم والتي قد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ منصور أبو عياد وافد إلينا من جميدة مركز ميت غمرة بمحافظة الدقهلية. وطن إخوة الإيمان والإسلام وكما بدأنا نختتم خير ختام لهذه الليلة.